أحد الذين تشرفوا بلقاء الإمام المهدي الحجة ابن الحسن روحي لتراب مقدمه الفداء. ياقوت الدهان. كان ياقوت رجلا تاجرا من أهل الحلة في العراق، وكان من أهل السنة والجماعة، وكان أقرباؤه أيضا من السنة، إلا أن أمه كانت من شيعة أهل البيت عليهم السلام. قال ياقوت: خرجت يوما إلى البرية لشراء الدهن من أهلها وكنت مع جماعة، ولما اشتريت الدهن من أهل البرية نمت عند متاعي، ولما أراد رفاقي أن يرجعوا إلى الحلة كلما أيقظوني ونادوني فلم أستيقظ من نومتي، أو كنت أستيقظ ثم أنام مرة أخرى، وكنت متعبا فتركوني نائما ورحلوا. فلما استيقظت لم أجد رفاقي ولم أعرف الطريق، فضللت في البادية، وكلما نظرت إلى جوانبي ما كنت أجد أحدا، فمشيت على الرمال والأشواك مشيا حثيثا حتى تعبت وعطشت عطشا شديدا، فبدأت أتوسل بمن أعرفهم من الصحابة والخلفاء وأستغيث بهم لعلهم ينقذوني ويغيثوني، ولكن ما حصل لي جواب. فتذكرت كلام أمي إذ كانت تحدثني بأن الشيعة عندهم إمام حي موجود، وهو إمامهم الثاني عشر أبو صالح المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. فلما تعبت من السير وسقطت على الأرض فتذكرت كلامها إذ كانت تقول: لم يستغث بالإمام المهدي ملهوف إلا أغاثه، ولا يتوسل به ضال إلا هداه، ولا يطلب منه ذو حاجة حاجة إلا أعطاه. يا صاحب الزمان أدركني، يا صاحب الزمان أدركني، يا حجة ابن الحسن أدركني، يا مولاي. فبدأت أستغيث بالإمام المهدي وأقول: سيدي أبا صالح المهدي أدركني، يا إمام الشيعة أدركني، والله لئن أنقذتني من هذه الشدة أعتنق مذهب أمي وأتمسك بك وبآبائك الطيبين. فكنت أبكي وأصرخ وأستغيث به، وكنت أقول: سيدي، إذا أغثتني فإني أعترف بك وبآبائك بأنكم أئمتي وسادتي وأنتم خلفاء رسول الله. فكنت أستغيث به وأقول: سيدي يا أبا صالح المهدي، يا سيدي يا أبا صالح المهدي. فبينما أنا كذلك وإذا بي أنظر إلى سيد جليل واقفا أمامي وهو يحمل في يده إناء ماء، فناولني فشربت ونظرت إلى وجهه المنير فرأيت فيه جمالا بارعا لم أرى مثله أبدا. فبعدما ارتويت ونظرت إليه فأشار إلى جانب ودلني على الطريق وقال: سر في هذا الطريق فتصل عن كرب إلى قرية فابقى فيها حتى يلتحق بك رفاقك. قلت: سيدي أوصلني إلى القرية. فقال: في هذه الساعة
استغاث بي مئات من المحبين والشيعة، فأريد أن أذهب إليهم وأغيثهم وأنقذهم كما أنقذتك من هذه الحالة والشدة. فغاب عني، فكنت أمشي خطوات وأرجع إلى خلفي وأنظر لعلي أراه مرة أخرى، ولكنه غاب عني. فمشيت ونظرت إلى خلفي ولكن لم أرى منه أثر، حتى استيأست من أن أراه مرة أخرى، فاستمررت في المشي حتى وصلت إلى القرية وبدأت في الصلاة في المسجد، حتى وصل رفاقي بعد يوم والتحقوا بي، ولما وجدوني أمامهم تحيروا وتعجبوا، فجلسوا حولي يسألوني: كيف جئت قبلنا وأنت كنت نائم؟ وأنا لا أجيبهم. نعم، الرفاق لما شاهدوا ياقوت تعجبوا من وصوله قبلهم إلى القرية، وتعجبوا من التحول والتطور الذي شاهدوه في أخلاقه وسلوكه وعبادته، لأنهم رأوه يتوجه إلى الله بكثرة ويدعوه منكسرا منقطعا إليه. نعم، الذي ينظر إليه الإمام المنتظر بنظر الرحمة، فلا بد أن تحسن أخلاقه ويكمل إيمانه ويتبدل حاله إلى أحسن الأحوال. كان ينعزل عن رفاقه لوحده ويفكر دائما بالإمام المهدي وكيف يمكن أن يلتقي به مرة أخرى، فكان دائما متوجها إلى الله عز وجل حتى وصل إلى الحلة. يقول: فذهبت عند كبير علماء الشيعة وهو السيد مهدي القزويني، فحدثته بما جرى لي وطلبت منه أن يعلمني مذهب الشيعة وعقائدهم، فبقيت عنده أياما حتى تعلمت معالم الشيعة وعقائدهم ومبادئهم. فقلت له: مولاي، لا يطيب لي النوم ولا أهنأ بالأكل والشرب من فراق سيدي وإمام الحجة ابن الحسن، فعلمني طريق الوصول إلى لقائه مرة أخرى، فإني أصبحت والها وهائما من فراق سيدي ومولاي وإمام المهدي، لا أتمكن أن أستقر وأرتاح إلا أن أصل لخدمته وأتشرف بلقائه مرة أخرى. فقال لي السيد مهدي القزويني: إذا كنت تريد أن تحظى مرة أخرى بلقاء إمامك، فعليك بزيارة جده الحسين عليه السلام 40 ليلة جمعة. سلام يا أبا الشيب الخضيب، سلام يا أبا الخد التريب. فدائما كان ياقوت يحس بنفسه ألم الفراق ونار الوجد، فكان دائما يفكر في المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال ياقوت: فكنت أخرج كل ليلة جمعة من الحلة إلى كربلاء لزيارة سيد الشهداء، وفي آخر ليلة جمعة كنت فرحا لأني في هذه الليلة أصل في خدمة سيدي ومولاي الحجة المهدي. ولما خرجت من الحلة وإذا بالشرطة قطعوا الطريق وقالوا: لا يجوز أحد إلا بجواز من الحكومة، فتحيرت وتألمت وبدأت أستغيث بإمامي وسيدي وأقول بصوت خفيف: يا أبا صالح المهدي، أغثني وأدركني. وبينما أنا كذلك، فإذا بذلك السيد الجليل واقف أمامي، ثم جاء بجنبي فأخذ بيدي، وعبرنا من البوابة بغير جواز ولم يعترض علينا أحد، فكأن الشرطة ما رأونا
ثم غاب عني سيدي ومولاي.